الرحمن الرحيم، معكم فيصل السوادي. تحدثنا في الفيديو رقم واحد عن الاصطدام اللي يواجه المتداولين في أسواق المال بعد ما يدخل هذا العالم، عالم الأسواق المالية أو عالم البورصة، ويصطدم بالصعوبات المتتالية. يعني أنا في أحد المرات سألني أحد المتدربين ما هو تعريفك للمحلل أو المضارب في أسواق المال، فأجبت عليه باختصار: هو الشخص القادر على تحمل خيبات الأمل المستمرة. راح تواجه كثير من خيبات الأمل في السوق لأنك معرض كل يوم للربح والخسارة. طبعا كلنا أكيد راح ننبسط بالربح، لكن الخسارة جزء لا يتجزأ، لا يمكن أن تتداول بدون خسائر. تحدثنا في الفيديو رقم واحد عن المشوار الطويل اللي راح يستغرق منك، وبالتأكيد أنا جالس أحاول من جهتي أني أكون واقعي قدر الإمكان في هذه الفيديوهات. ما راح أقول لك والله الموضوع سهل والموضوع فقط أنك تحضر دورة أو تقرأ كتاب، لا، الموضوع مختلف عن ذلك تماما، وراح تكتشف هذا الشيء. أتوقع أنك أنت اكتشفته بنفسك من خلال مشوارك في هذا السوق. تقريبا ما أعرف، أنت بادي من سنة، من سنتين، من 5 سنوات، ممكن في ناس تستغرق وقت طويل جدا ولم تكتشف إلى الآن الأسلوب الأمثل للتداول، وهذا هو موضوعنا في فيديو اليوم. ما هي أفضل استراتيجية ممكن أن تعمل عليها في أسواق المال حتى تحقق الأهداف اللي بغض النظر أي هدف أنت جالس تشتغل عليه؟ أنا عندي أكثر من محور موضوع الاستراتيجيات، لكن أهم محور بالنسبة لي أنك أنت ما تشتغل على استراتيجية. لا، أنا في ناس بس يجي يقول لك استراتيجي، بس أبغى استراتيجي، عطينا طريقة للدخول والخروج، عطيني طريقة أحدد فيها الهدف. أستاذ فيصل بس كلمة واحدة، بس عطيني لمحة وأنا راح أكمل من عندي. هذا الكلام بالتأكيد غير صحيح. أهم شيء خاص بالاستراتيجية أنها تكون شخصية قدر الإمكان. ما المقصود بكلمة شخصية قدر الإمكان؟ يعني هذه أنت استراتيجيتك اللي أنت عارفها، زي ما يقولون إنسايد أوت، عارف كل شيء فيها، مثل اسمك. وهذا الشيء ما راح يجي إلا بالتدريب والممارسة المستمرة لحتى توصل إلى أسلوب ممكن أنك أنت تستمر فيه في أسواق المال. مستحيل، يعني ما أبغى أقول مستحيل، لكن صعب جدا تلقى شخص كل يوم جالس يبدل استراتيجية. اليوم والله أبغى أستخدم استراتيجية إذا وصل لمستوى دعم، اليوم إذا اخترق مستوى مقاومة أبغى أدخل، اليوم أبغى أدخل على استراتيجية أنه والله مثلا ارتدادات أو تصحيحات فيبوناتشي، بكرة على شكل من أشكال هارمونيك. هذا الشيء ما راح ينفع، وهذا يحتاج إلى حديث طويل جدا حتى عشان تعرف إيش المشكلة فيه. لكن أنت بالنسبة لك أنت كلها تحتاج استراتيجية واحدة فقط. شايف أصبعي هذا؟ ون، يعني واحدة، استراتيجية واحدة فقط. ما أنت محتاج 20,000 استراتيجية عشان تنجح. استراتيجية واحدة لكن تكون مثل اسمك، فاهمها بالكامل، تدربت عليها لفترة طويلة، ولابد أنه هذه الاستراتيجية أيضا تناسب شخصيتك أنت. يعني مثلا إذا أنت مضارب طويل الأجل لازم تكون استراتيجيتك استراتيجية مضارب طويل الأجل. إذا أنت والله ما تقدر والله مثلا تشتغل إلا على فترات المدة كم اللي أنت جالس تشتغل فيها في السوق، إيش الأرباح أو عدد النقاط اللي أنت متوقعها مثلا في كل صفقة، إيش تصنيفك لنفسك من بين المضاربين. هذه الأشياء كلها مهمة جدا لبناء الاستراتيجية. ولعل الموضوع اللي لازم أتحدث فيه باستفاضة عن الموضوع لما نتكلم عن استراتيجية، لما نتحدث عن التزامك بهذه الاستراتيجية أو الفارق ما بين الاستراتيجية ومنظومة العمل، وهذا الأمر اللي لازم نتحدث فيه تفاصيل أكثر عشان تعرف هل أنت. أنا الآن ممكن أعطيك، أنا عن نفسي مر علي أكثر من، يعني بدون مبالغة، أكثر من 50 استراتيجية مناسبة. لكن إيش الاستراتيجية اللي أنت راح تستخدمها؟ إيش الاستراتيجية اللي تناسب أنت شخصيتك واللي ممكن أنك تستمر عليها؟ هذا إن شاء الله اللي راح أتحدث فيه في الفيديو القادم. حتى ذلك الوقت دمتم بود، كان معكم أخوكم فيصل السوادي. شكرا لكم.